ما ينفعش حد يشوف من ورا الإزاز أصلا. ما تكبريش الموضوع بقى يا دينا، ده عيل صغير. عيل صغير ده إيه؟ العيل الصغير ده كان أيامي وأيامك، لكن دلوقتي العيل الصغير يا حبيبي يفهم ويعرف أكتر مني ومنك. جرى إيه يا عمر؟ أنا متأكدة إن رشيد شاف. هو أنت ليه محسس إن الموضوع تافه؟ أنا مش فاهماك بجد. طيب يا ماما ماشي يا حبيبتي، هكلمك بعدين عشان أحمد وصل. باي. هلا؟ قفلتي مع ماما ليه؟ كنت عايز أسلم عليها؟ أنا معرفش، بس عموما هكلمها لك. خش أنت بس غير هدومك وأنا هكلمك. ولا تكلميها ولا تكلمي غيرها. وحشتيني. استنى بس، تعرفش اللي حصل؟ مش لقوا جريمة قتل هنا؟ لقوا واحد مقتول بقاله 3 أيام في بيته ومحدش حاسس بيه. دي الدنيا كانت مقلوبة، بس أنت كنت نزلت ورحت الشغل. عارف يا دينا، الناس كلها بره بتتكلم الموضوع ده. في حاجة تانية تحججي بيها عشان ما اقربش منك؟ في إيه يا أحمد؟ أنت بتقول كده ليه؟ أنا بس كنت مستنياك إنك تقعد شوية وترتاح، تغير هدومك، وأنا هنيم صلي وأجيلك.